قمنا كمجموعة من الأطباء وأعضاء النقابات الطبية المهنية والنقابات الطبية المساعدة بالقيام بوقفة احتجاجية تعبيرا عن يعني تعبيرا عن يعني شجبنا وقلقنا اتجاه عدم استكمال صيانة مركز مسرات الطبي والذي منذ سنة 2007. وهذا المستشفى حقيقة الآن يعني قد وصل إلى مرحلة كبيرة من الصيانة وهو على وشك التسليم، ولكن لا ندري ما هي العراقيل التي أجلت تسليم هذا المستشفى إلى إدارة مركز مسرات الطبي، حيث أنه بعد التقارير المخيفة التي تأتي من كل أنحاء العالم حول وباء جائحة الكورونا، فإننا نطالب المجلس الرئاسي ووزارة الصحة والأجهزة التنفيذية المكلفة بهذا المستشفى والشركات العاملة إلى ضرورة الإسراع فورا، وكل والمجلس البلدي وكل أهالي ورجال أعمال مدينة مصراتة ب يعني الضغط على كل من له علاقة بهذا الأمر لاستكمال هذا المستشفى، حيث أنه مجهز تجهيز عالي ويعني يحتوي على عدد 700 سرير وعدد أكثر من 20 ICU اللي هي يعني دار عناية فائقة. فإن جائحة الكورونا التي تستبيح العالم الآن تجعلنا في أمس الحاجة إلى هذا المستشفى، وهو المستشفى الوحيد لعدد أكثر من نصف مليون نسمة وأيضا أهلنا في المنطقة الجنوبية والوسطى الذين يعالجون في مدينة مصراتة. نطالب كل جهات العلاقة بالوقوف صفا واحدا لأجل استكمال هذا المستشفى، ونحن سنواصل احتجاجاتنا حتى نأخذ حقنا بالسبل القانونية التي يكفلها القانون الليبي.